عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، مرة أخرى نحاول نسلط الضوء على قضية مسكوت عنها من زمن طويل، وهذه قضية هي معركة الستارة بلاجيجي. هذه المعركة كانت المتسبب الرئيسي في سقوط الجمهورية الرابعة وبداية الجمهورية الخامسة بقيادة شارل ديغول. يعني الدرجة باش تعرفوا حيثيات هذه المعركة الشرسة اللي بدأت في 28 أبريل إلى 3 ماي، من 28 أبريل إلى 3 ماي في 1952، يعني 3 أيام أو 4 أيام. والمعركة بين الجيش الفرنسي والمجاهدين ليلا ونهارا. المعركة كانت في بلدية، في مكان يسمى الستارة، ماشي الستارة درك البلدية تاع الستارة، ولكن منطقة تسمى الستارة في بلدية الستارة حاليا سمات عليها. وبالذات في منطقة اسمها تيراو، اسم أمازيغي يعني تيراو، في منطقة بني صبيح، في عرش بني صبيح. المعركة هذه قبل ما نقول المعركة، المنطقة بالذات هذه الستارة وين جات، كانت تقع في الجنوب الشرقي لولاية جيجل، وتبعد عنها، تبعد عن ولاية جيجل ب 68 كيلومتر، كما تبعد عن ولاية سكيكدا. شوفوا يعني المنطقة راهي منطقة حدودية بين سكيكدا وجيجل، 68 كيلومتر عن جيجل و72 كيلومتر عن ولاية سكيكدا. المعركة هذه نظرا للبعد الاستراتيجي للمنطقة تم تجنيد النساء لأول مرة كحركة، بين قوسين جزائريين مجندون في الجيش الفرنسي بين الثورة الجزائرية. المهم، وهذا الجنرال دوغول جا للستارة لتضليل الرأي العام، مجاش العيون السود نتاع الجزائريين والنيجر. المهم جا باه يشوف حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الفرنسي، وهي بين 1100 حتى 1500 قتيل جندي فرنسي، سولدا فرنسي. وجا دوغول باه يقول للناس بلي هذه المنطقة ماهيش منطقة تابعة للثورة التحرير الجزائري، وأن الأهالي مستعدون بعد الاستقبال الرائع. تعرف الفرنسيين الشياطين، سي ديابل، سون دي ديابل، شياطين. حبيت
يقول بلي هذه المنطقة مش ثورية، وإن الأهالي مستعدون للدفاع عن الجزائر الفرنسية. الجزائر الفرنسية، فرنسا لآخر لحظة كانت مش مستعدة أبدا تقدم الاستقلال للجزائر، محال تفرط في دولة اسمها الجزائر. وهو اللي وقع اليوم في حرب بين المؤسسة العسكرية وبين طرف راكم تعرفوهم، وريحان تاع عفينة جدا نسميهم الزواف. هادو الزواف فيهم قداش نصرف، مهمش صرف واحد فقط. خلينا يا سيدي ما نخرجوش على الموضوع تاع المعركة هذه. كان هاد المنظم تاع هاد الزيارة تاع هذا الشاب يقول للمنطقة يشوف بعينيه الكوارث اللي صار في الجيش الفرنسي، وكيفاش حتى الجيش الجزائري قضى على هذا العدد الهائل من الفرنسيين. كان هاد الزيارة هذي عن طريق الملازم أوريبت، وهو أحد أعضاء القسم الإداري المتخصص لاساس. لاساس سي ان سيكسيون ادمنستراتيف سبيسياليزي. المعركة اللي صارت في 58 هذه كانت لها تبعات، خلات جنرال دوغول يجي يزور المنطقة، وسموا هذه الجولة الزيارة هذه جولة العبث. شوف اللي تاهم راح يديرهم هاد الاخطبوط هذا جاب ديكو الشيطان، هذا الشيطان الرجيم سي تورني دي بوبوت. وكان معاه الجنرال